بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله صدر الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله أن يبارك لي ولهم في هذا العيد المبارك، وإن جاءت متأخرة أسأل الله لي ولهم القبول، وأن يوفقنا الله لمقبلات الأيام وطيات الأعوام، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، حلقة هذا اليوم عنوانها وفد عبد القيس، وهم وفد مبارك قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفود كلها، فرحب بهم وأكرمهم صلى الله عليه وسلم وسألوه فأجابهم. مع هذا الحديث المبارك المخرج في الصحيحين نقف وقفات عدة، نبدأها فضيلة الشيخ بسرد إجمالي لهذا الحديث المبارك ثم نغوص في معانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أستدفع بها نقمته وأستجدي بها رحمته وأسأل بها من فضله العظيم، وأصلي وسلم على المبعوث للناس رحمة أوضح الله به الطرائق وهدى الله به الخلائق، وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الحديث كما ذكرتم مخرج في الصحيحين، وأصله أن وفدا من بني عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف العلماء في زمن قدومهم وفدا على رسول الله، لكنه عندي متقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ الشك من شعبة أحد الرواة. فقالوا: ربيعة يا رسول الله. فقال: مرحبا بالوفد، لا خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نخلص لك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نطيع الله به، ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من الغنائم. ثم قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا الحديث إجمالا. نعم، شكر الله فضلكم الشيخ. بعد هذا الإجمال نريد أن نقف مع بعض رجال إسناده وهو مخرج في الصحيحين. نعم، الحديث مخرج في الصحيحين، ويدرك المشاهد الكريم أننا عندما نقول مخرج في الصحيحين أي أن الشيخين البخاري ومسلم كلاهما أخرج هذا الحديث، فالحديث إذن في مرتبة عالية جدا من الصحة، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين وبطريقين مختلفين فهذا يدل على مرتبة علوه في الصحة. والحديث سنقف عند رجلين من رجالي، أو يهمنا واحد وهو أبو جمرة، وهو الذي رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأصله كما قال كثير من الرواة أن أبا جمرة هذا كان يجلس عند ابن عباس على كرسيه، كان ابن عباس يجله، وقالوا إنه كان يقوم بدور الترجمان لابن عباس، ثم اختلفوا في معنى الترجمان، هل هو يقرب المفهوم للعامة كلام ابن عباس، أو عندما يأتي أحد يسأله بالفارسية كان أبا جمرة يترجم له، كل ذلك وارد. فجاءته امرأة، أي جاءت لابن عباس امرأة تسأله عن النبيذ، فأجابها ابن عباس بهذا الجواب دون أن يحدد أين الشاهد في الحديث. ومن هنا فهم العلماء أنه أحيانا إذا كان المتلقي يفقه فلا يلزم الملقي أن يحدد ما استشهد به، هذا كله تقريب. نأتي لأبي جمرة. أبي جمرة اسمه نصر ابن عمران، اسمه نصر ابن عمران. رجال الأسناد في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيرهم من الكتب يوجد أبو حمزة ويوجد أبو جمرة. أما أبو حمزة فكثير، يعني كثير من الرواة اسمهم أبو حمزة. فلهذا عندما يذكرهم الراوي يقول أبو حمزة ثم يحدده يعينه، لكن إذا قالوا أبو جمرة لا يعينه، لأنه لا ينصرف إلا إلى واحد، هو نصر
ابن عمران، قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة. طبعا دائما بيت النظم يأتي يعني غير مرقوب في السماع، لأنه علمي محض، ليست فيه روح العاطفة، ليست فيه روح الشعر، ليس كغيره. فهو يقول السيوطي رحمه الله يقول: وعن أبي حمزة يروي شعبة، يعني شعبة يروي عن أبي حمزة عن ابن عباس، يعني أبو حمزة واسطة ما بين شعبة وبين ابن عباس، وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي، يعني بالزاء حمزة بالزاي عدة، يعني كثيرون الذين اسمهم أبو حمزة. نعم. ثم استثنى في البيت الذي بعده إلا أبا جمرة. نعم. يعني أبو جمرة قال هذا ينطق بالراء واسمه نصر، وهذا آخر البيت اسمه نصر. فالمقصود من هذا أن أبا جمرة ليس هناك أحد من الرواه اسمه أبو جمرة إلا واحد، وهذا مريح. نعم. يعني في فقه الحديث، في حفظ الرجال، لأنه ليس متعددا، لكن أبو حمزة كثير، بل هو ستة وأكثر مخرج لهم في الصحيحين، لكن أبا جمرة واحد، وهو بقدر الله من نفس القوم الذين هم بنو عبد القيس. نعم. من نفس بني عبد القيس، لكنه من نفس ربيعة، يعني يجتمع مع بني عبد القيس في ربيعة كما سيأتي. فهذا بالنسبة لأبي جمرة كإسناد. أبو جمرة روى الحديث عن من؟ عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المطلبي الهاشمي المعروف. نعم. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجتمع في ابن عباس حديثيا كفائدة حديثية خصلتان: أنه أحد العباد لها الأربعة، وأنه أحد المكثرين السبعة. أحد العباد لها الأربعة عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. نعم. فهؤلاء الأربعة أسنانهم متقاربة، ولذلك سميوا بالعباد له الأربعة، لأنهم كلهم ابن صحابي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني كلهم دون في العشرينات أو دونها. ابن عباس كان 13 عاما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد المكثرين السبعة، هناك عدد من الصحابة سادوا بفضل أنهم أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء: ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأبو سعيد الخدري وأنس أبو هريرة وأبو هريرة وأنس بن مالك. نعم. هؤلاء السبعة يتقدموا أبو هريرة طبعا، أبو هريرة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعائشة وجابر وعبد الله بن عباس، هؤلاء السبعة المكثرون رواية. فابن عباس يجتمع مع هؤلاء ومع هؤلاء، أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق إجمالا بالإسناد. طبعا ليست غايتنا في اللقاء قضية. نعم. الإسناد هذه لها ولكن روايتها جميلة أكاديمية، لكن باب فتح الباب إن صح القول. نعم، من باب فتح الباب. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: من الوفد؟ وهو يسألهم، قالوا: ربيعة. قال: مرحبا، غير خزايا ولا ندامة. التعليق على هذه المفردات أن يرى منه صلى الله عليه وسلم. السائل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدم عليه وفد، قال: من الوفد؟ نعم. فيحسن بالمرء أن يسأل، ويحسن بالقادم أن يعرف. صعب أن تتكلم مع مجهول. نعم. ولهذا هذا مغيب أحيانا في ثقافتنا المعاصرة. يحسن بالقادم أن يعرف بنفسه، ويحسن بالرجل قبل أن يعرف أن يتكلم مع أحد أن يعرف من الذي يكلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة القدوة. سألهم: من الوفد؟ ما معنى الوفد؟ الوفد جماعة يختارون للقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، وهو أمر كانت تستخدمه العرب سابقا. نعم. يقولون في أمثالهم: إن الشقي وافد البراجم. هذا عد حظه، يعني وفد على عمرو. نعم. بن هند وقتله وأحرقه، قصة طويلة. ويقولون: أشأم من وافد عاد الذي ذهب يستسقي. فالمقصود من كلمة وفد إنما قوم منتخبون يختارون. نعم. ويؤتى بهم من لقاء عظيم. وقد جاء القرآن بمثل هذا، قال الله عز وجل عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وهذا فسر بأنهم على ركائب، ولهذا قال الوفد يأتي على ركائب، لكن ليس شرطا، قد يكونوا فقراء وإن كانوا من أجلاء الرجال. نعم. لكن هؤلاء الوفد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. ومعلوم أن عبد القيس الذين ينسبون إليه أبو القبيلة من ربيعة، لكنهم قطعا ليسوا كل ربيعة،
وهذا يفهم منه أنه يطلق الجزء يطلق الكل ويراد الجزء. نعم. ويأتي أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل بالضبط. نعم. هنا أطلقوا الكل وأرادوا الجزء. هم أرادوا أن يبينوا أنهم ليسوا من مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. نعم. فقال من الوفد؟ قالوا ربيعة، فرحب بهم عليه الصلاة والسلام، قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قبل أن آتي إلى هذه نبقى عند ربيعة. نعم. ربيعة هذا أحد أربعة هم أبناء لنزار، نزار ابن معد ابن عدنان. نزار ترك أربعة، إياد وهو الأكبر، وربيعة ومضر وأنمار، هؤلاء أربعة الذين تناسلوا اشتهروا ربيعة ومضر، جذمين رئيسيين في العرب العدنانيين ظاهرين. ربيعة ومضر أخوان، هؤلاء الأربعة جمعا، أبوهم نزار عندما أراد أن يموت في القصة المعروفة سبعهم فردا فردا، وأوصاهم وصايا فيها شيء من الغرابة. أخرج جارية قال هذه وما شكلها لك، أخرج فرسا قال هذه وما شكلها لك، هكذا يعني. قال إن اختلفتم فأتوا الأفعى الجرهمي. الأفعى الجرهمي كان حاكم نجران، وكان يؤتى إليه في المهمات والعظائم والملمات يسأل. فلما لم يفقهوا وصية أبيهم بعد وفاته ذهبوا الأربعة إلى الأفعى الجرهمي واسمه المغملس بن عمرو في نجران. في الطريق قبل أن يصلوا إليه رأوا كلأ قد رعي. نعم. فقال أحدهم وهو إياد قال إن هذا البعير الذي رعى لا أعور. فقال أنمار وأزور. فقال ربيعة وأبتر. فقال الأخير منهم وإنه لشرود. فبينما هم كذلك هم لم يروا بعيرا إذا برجل يسألهم عن بعير. نعم. فقده. فقال أحدهم أهو أعور؟ قال نعم. قال الآخر أهو أبتر؟ قال نعم. قال الثالث أهو أزور؟ قال نعم. قال أهو شروط؟ قال نعم. قال أين بعيري؟ قال والله ما رأينا بعيرك. قال كيف وصفتموه ولم تروه؟ بهذا الوصف الدقيق، هذا الوصف الدقيق ولم تروه. فما زال بهم وهم لم لا يجيبون، وحتى وصلوا إلى بيت الأفعى الجرهمي وهو ملك نجران. فاستغاث هذا الأعرابي بالملك ضد هؤلاء، فلما قصوا عليه القصة قالوا والله ما رأينا. فقال لإياد كيف عرفت أنه أعور؟ قال أيها الملك رأيته يرعى شيئا ويترك الذي بجواره فعلمت أنه أعور. قال والآخر كيف عرفت أنه أبتر؟ قال إن رأيته أن بعره مجتمعا ولو كان ذيالا لتفرق بعره. قال كيف عرفت أنه أزور للثالث؟ قال رأيت إحدى يديه شديدة الأثر والأخرى ممحوة فعلمت أنه أزور يعني مائل فاتكئ على إحداه. قال الآخر كيف عرفت أنه شروط؟ قال يأتي للنبت الملتف فيأكله ثم يأتي أخبث منه فعلمت أنه شروط يعني غير منضبط. فقال اذهب ليس بأصحابك. ثم حكم بينهم، ما حكمه بينهم بعد ذلك وأنه أوكل إلى أحد غلمانه أن يتابعهم في نفسي منها شيء يعني أظنها منحولة زيادة على القصة لذلك لن أريدها. المقصود هؤلاء الأربعة ربيعة ومضر بعد ذلك انقسما الجذمين الرئيسين، من ربيعة بكر بن وائل قبيلة المعروفة، وأما مضر فمنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير مفتخرا على الأخطل مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أبي كابينا، هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مضر وهؤلاء من ربيعة. فقالوا يا رسول الله، أما قال من الوفد؟ قال ربيعة. قالوا من ربيعة. قال مرحبا كلمة يقال إن أول من قالها والعلم عند الله سيف بن ذي يزن. لما سيف بن ذي يزن طرد الأحابيش من اليمن جاءته وفود العرب تهنئه. من الوفود، وكان هذا بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي في الثالثة في الرابعة، من الوفود عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم سيف بن ذي يزن قائلا مرحبا، فهي كلمة شاعت في العرب ويراد بها الاستئناس وإدخال الكرامة على الضيف والترحيب به، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في حق عكرمة ابن أبي جهل مرحبا بالراكب المهاجر، ودخلت عليه ابنته فقال مرحبا بفاطمة ابنتي، ودخلت عليه أم هاني وهو يغتسل قال مرحبا بأمي هاني. إذن لفظ مرحبا يجب أن يشيع في ثقافاتنا في حياتنا في أخبارنا، لأنه كان كثيرا ما يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم. وها نحن في حديث وفد بني عبد القيس يقول صلى الله عليه وسلم لهم مرحبا، وقد قيلت له عليه السلام من إخوانه من النبيين لما
عرج به إلى السماء كما في حديث الإسراء والمعراج الشهير. قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. خزايا يقال حيران جمعها حيارة، خزيان جمعها خزايا وهو الذليل المهان، والمعنى أن إسلامكم كان طوعا لم تفضحوا بسبي ولم تخزوا بحرب. فهؤلاء قدموا طوع أنفسهم وقد كانوا يسكنون البحرين. عندما كان يقال البحرين آنذاك يراد به ثلاثة مواضع: جزيرة البحرين المعروفة الآن هي المملكة البحرين، والقطيف والأحساء، واحتي القطيف والأحساء إلى جزيرة البحرين. هذه الثلاث تشكل في التاريخ القديم في العرف القديم ما يسمى البحرين. إذا وردت في السيرة بالبحرين. فقال غير خزايا لم يسبوا لم يحاربوا لم ينلهم أذى، أتوا طائعين. وهذا لهذا قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. أصلها لغة ولا نادمين، لكن ثمة شيء في اللغة يسمى الإتباع. الإتباع أن يتبع اللفظ اللفظة، بمعنى أنه اللفظ الثاني يتخلى عن قواعده تبعا للأول. وهذا من فصيح كلام العرب وقد جاء كثيرا في السيرة. في حديث البراء بن عازب لما يذكر مساءلة الملكين للميت في قبره قال يقال له لا دريت ولا تليت. طبعا هي ما هي تليت في اللغة، لوحدها ما يقال تليت، تلوت. أنت تقرأ القرآن تقول تلوت بالواو، لكن قال صلى الله عليه وسلم تليت تبعا لدريت. تبعا لماذا؟ لدريت. قال مأزورات غير مأجورات، هي ما هي مأزورات، موزورات بالواو لكنها تبع لمأجورات. قال في العرب تقول بالغدايا والعشايا، ما يصح بالغدايا لوحدها، بالغدوات، لكنهم قالوا بالغدايا والعشايا تبعا لها. في الشعر العربي يقول هتاك أخبية هتاك أخبية، خباء. خباء تجمع على أخبية، واللاج أبوية، ما في أبوية، باب وجمعها أبواب. لكن هو قال أبوية تبعا لأخبية حتى يستقيم اللفظ. فهذا باب في اللغة يسمى الإتباع، جاء به الحديث. قال عليه الصلاة والسلام غير خزايا ولا ندامة. ما الندامة؟ الندامة تغير الرأي على شيء قد فات، تغير الرأي على شيء قد فات. شيء تنظر إليه نظرة وتعزم عليه ثم تكون عاقبته خلاف الذي أنت بيت فتندم على رأيك الأول، عياذا بالله. هذه الندامة، وهي أحوال. في ندامة دنيوية تعوض، ممكن تبديلها تغييرها، لكن الندامة الكبرى عياذا بالله ندامة الآخرة. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. كذلك الخزي، إنما الخزي الحقيقي دخول النار عياذا بالله. وقد قال الله جل وعلا في قرآنه العظيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فالخزي الأعظم عياذا بالله دخول النار، كما أن الندامة الكبرى أن يقع الشرك من العبد ثم يندم على ما كان منه من شرك وقت لا ينفعه الندم. والله جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وقد مر معنا قول الله جل وعلا عن أحد ابني آدم فأصبح من النادمين، من النادمين على أنه لم يعرف كيف يدفن أخاه، لا من النادمين على أنه قتل أخاه. لو كان نادما على قتل أخيه لأضحى التوبة، بينا هذا في لقاء سابق. لكن هنا المقصود الحديث عن قول عليه الصلاة والسلام مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. إذن شعروا بالاستئناس، شعروا بالقبول، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، ومع ذلك قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. إذن السبق والمبادرة جميل. لها شأنها العظيم. فهؤلاء من الله عليهم بالسبق، لم يأتي بهم سيف ولا حرب، ومع قبلوا فكانوا أهلا لأن يحظوا بهذا الترحيب النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فتح الله عليك مضر الشيخ. قالوا قد حال بيننا وبينك كفار ومضر، فلا نخلص لك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو به من وراءنا. هم الآن يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم ما زال لقريش شوكة وهم كفار مضر، فيستحيل أن يأتوا المدينة دون أن يمروا على تلك الأحياء الكافر، لأنه لم يكن هناك أحد مؤمن
إلا المدينة. معلوم أن المدينة شمال غرب جزيرة العرب، ونتكلم عن البحرين والقطيف والأحساء، هذه شرق جزيرة العرب، فلا وصول من الشرق إلى الغرب إلا بالمرور على ديار مضر، وهم كذلك إلى الشمال أقرب أحيانا. يعني قال بعض العلماء أن ديار بني عبد القيس كانت تمتد حتى إلى الشمال إلى العراق. نعود إلى هنا، فقالوا يا رسول الله بيننا وبين كفار مضر، إذن هؤلاء من ربيعة، نعم، وسبقوا مضر والنبي صلى الله عليه وسلم منهم إلى الإسلام. نخلص من هذا قبل أن ندخل في ثنايا الألفاظ إلى أن الإيمان عطاء رباني لا يختص بقوم دون قوم، وأن الله إذا أراد بعبد خيرا ألان قلبه لربه، وأصبح يأتي الأمر طائعا، وأحيانا يكون التكليف يسيرا فيشق على أقوام، لا إله إلا الله، ويكون التكليف عسيرا فيسره الله على أقوام. وأبسط مثال على هذا الذبح. إبراهيم أمر بذبح ولده، ما هي إلا لحظات وتله للجبين، وبنو إسرائيل أمر بذبح بقرة، قال الله عنهم فذبحوها وما كادوا يفعلون، مع أن هذه البقرة لم تنشأ على أعينهم، يعني شروها، هي كان يملكها رجل غلام، وإنما جمعوا أموال إذا قسمت بينهم ليست بشيء على أن يأخذوا بقرة ويذبحوها، فما زالوا يسوفون يتحيرون يسألون، حتى قال الله عنهم في آيات بليغة فذبحوها وما كانوا يفعلون. وهذا يؤمر بذبح ابنه فيبادر. الله، التكليف هنا غير التكليف هنا، والمبادرة هنا غير المبادرة هنا. إذن إنما حظ كل أحد من رحمة الله وقربه من الله على قدر حظ لين قلبه لأمر الله، وهذه فتوحات أفضال عطايا يؤتيها الله جل وعلا من يشاء من خلقه. والبعض لو قلت له قم أوتر قم صلي في الليل يراها مثل الجبال، وبعضهم لو قلت له أيسر من أعظم من هذا لفعل. وهكذا يختلف من زيد إلى عمرو، وهو هذا أحد الطرائق التي يعني يستطيع المؤمن أن يعرف بها مدى إيمانه. أسأل الله التوفيق. فقال صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله بيننا وبين كفار مضر، احنا الآن ناقشنا قضية مضر وربيعة، نأتي إلى فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. في بعض الروايات الشهر الحرام، إذا جاءت روايات الشهر الحرام لا إشكال، لكن يأتي الإشكال في قولهم في شهر الحرام. نحاة الكوفة يجيزون هذا النوع من الإضافة، وهي إضافة الشيء إلى صفته. نحاة الكوفة يجيزون إضافة الشيء إلى صفته، في حين أن نحاة البصرة لا يجيزون إضافة الشيء إلى صفته، ويقولون إن الشيء إذا أضيف إلى صفته لا يتحقق به تعريف ولا تخصيص، فيقولون لا بد من تقدير الكلام هنا وتأويله، فيصبح في مثل هذا الحديث إلا شهر الوقت الحرام. تقول صليت في مسجد الجامع، الكوفيون يجيزونه، البصريون يقولون هذا لا يمكن يقبل إلا بتقدير، تقول صليت في مسجد المكان الجامع. وعلى هذا وأجمل ابن مالك في الخلاصة قولهم، ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد، والمعنى ولا يضاف اسم أي اسم من الأسماء لما به التحد معنى، يعني إذا كان المعنى واحد مضاف والمضاف إليه واحد صفة وموصوف لا يضاف، وأول يعني إذا وقع هذا موهما إذا ورد، يعني حاول أن تجد مخرجا تؤول به من يقول بمثل هذا القول. فابن مالك هنا يلخص مذهب البصريين. نعود لما نحن فيه، اختلف في تحديد الشهر الحرام هنا، هل قصدوا أشهر الحج أم قصدوا رجب؟ لأن الأشهر الحرم ثلاثة سرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، واحد فرد وهو رجب، والراجح والعلم عند الله أنهم كانوا يقصدون رجب. بقرينة أخرى، أين هذه القرينة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشهر الحرم قال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، سماه رجب مضر لأن مضر تغلظ حرمته فلا تقاتل فيه. فالذي يظهر أن قولهم
إلا في شهر الحرام أنه ينصرف إلى أنهم يأتون في مضر، لأنهم في الحج قد يكونون مشغولون بالحج أو بالتجارة، لأنها مجامع أوقات العرب، أسواق العرب. فعلى هذا قالوا بالشهر الحرام، قال بعض العلماء ينصرف إلى أنهم أرادوا شهر رجب. من هذا يعلم أن العرب في جاهليتها كما مر معنا كثيرا تعظم الشهر الحرام، وقد جاء القرآن به: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فعظم الله الشهر الحرام وقال جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت. ومن أشهرها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على الخلاف فيهن يعود على الشهر الحرم أو يعود على أشهر العام كلها، وأرجح أنه يعود على أشهر العام كلها. نعود لما نحن فيه، فهذا ما يمكن أن يقال تعليقا على حرصهم. فقالوا: يا رسول الله، مرنا بأمر شيء يعيننا نحن، وأشرف شيء تحمله العلم إلى غيرك. فلهذا قالوا: ندعو به من وراءنا. وطالب العلم كلما من الله عليه بعلم يقربه إلى الله أحب أن يكون هذا في قلوب الناس. وأشرف مواقع الرجال أماكن يدعون فيها إلى دين الكبير المتعال. إن خلصت نية من يدعو إلى الله فهو في أشرف الأحوال، لأن هذه الخصيصة أتاها الله أنبياء، فما قضى أنبياء الله أعمارهم إلا في الدعوة إلى ربهم. وربنا يقول: ولا أحد أصدق منه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء المباركون على حدثة عهدهم بالإسلام قالوا: ونخبر به من وراءنا، يعني من قومنا، يدلونهم على ما دلهم عليه رسول الله. وأحب أن يكون الأمر جامعا، يعني يكون الأمر جامعا، فكان جوابه لهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نتواصل معكم أعزائي المشاهدين، وأرقامنا بإذن الله تعالى ستكون على الشاشة موضحة للتواصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. نعم، هذا إجمال. نعم، عقبه تفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قالوا له أنهم يريدون أمرا فصلا، قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. نبدأ بالأربع التي أمره بها وهي شهيرة، ونقف بعد ذلك وقفة طويلة عند منهاهم عنه. قال: أمركم بالإيمان، ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو مفتاح الدين كله. فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله لا يمكن أن يسمى أحد مسلما حتى يقولها ويؤمن بها اعتقادا، وهي الشهادتان العظيمتان المعروفتان اللتان بها يصبح الرجل معصوم الدم على خطوات من الجنة. وبدونها ولو كان الرجل رفيعا في قومه، عظيما في رهطه، كريما في ماله، شجاعا في قلبه، بدونها يخزي الله جل وعلا العبد يوم القيامة. الله جل وعلا حرم دخول الجنة على من أشرك به. فالشهادتين أعظم ما يمكن أن يتلفظ به متلفظ. ولهذا جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي أعظم الخواتيم وأجلها. فهذان الشهادتان، وهي تحتاج إلى إفراد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإقام الصلاة. ثم قال: وإيتاء الزكاة، وأن تصوم رمضان، وهذه أركان الدين المعروفة. ورتبها عليه الصلاة والسلام وفق ترتيب القرآن وفق ما جاء في نزولها، والحديث فيها شهير يعني لا يحتاج إلى توقف. ثم قال: وأن تعطوا الخمس من الغنائم، مع أنه لم يكن قد فرض الجهاد عليهم، لكن الخمس من الغنائم جاء القرآن به، وهذا يدل على أن هذا الوفد جاء بعد بدر، لأن بعد بدر أنزل الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فيكون هذا يبقى الإشكال العلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحج، والذي يظهر أن الحج لم يكن قد فرض بعد، وهذا يدل على أن هؤلاء الوفد ليس كما قال بعض العلماء أنهم جاءوا بعد فتح مكة،
على مقربة من عام الوفود، وإنما تقدم إتيانهم إلى المدينة وفودهم إليها بدليل قول عليه الصلاة والسلام غير خزايا ولا ندامة، وأظهر من ذلك دليلا ما ثبت في البخاري وغيره وثبت عند البخاري أن مسجد جواثة موجود إلى الآن، هو أول مسجد أقيمت فيه الجمعة في الإسلام بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تقدم إسلام القوم. فعدم ذكر الحج على الأظهر لم يكن قد فرض آنذاك. قال بعض العلماء إن الحج مشهير، فيجاب عنه بأن حتى الصلاة شهيرة وإيتاء الزكاة شهير، فللعلماء رحمهم الله أقوال عديدة في المسألة، لكن الذي يترجح أن الحج لم يكن قد فرض وقت قدومهم رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما يتكلم إجمالا عما أمرهم به. نبقى فيما نهاهم عنه. قال عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. الدباء والحنتم والنقير والمزفت. سأبدأ بالشرح العام. هناك شيء أستاذ عبد الرحمن يسمى انتباذ، نبيذ. ما معنى نبيذ؟ يأتي إنسان بالزبيب بالتمر مما هو قابل أن يكون خمرا، قابل أن يصبح خمرا، فيأتي بوعاء فيه ماء فيطرح فيه الزبيب أو التمر أو ما يقبل أن يكون خمر كعنب مثلا، ثم يتركه فترة، ثم يأتي يشربه قبل أن يصبح مسكرا. هذا يسمى نبيذ. كانوا في الانتباذ على ضربين، على ضربين. في هناك أوعية لا يسرع إليها الإسكار، هناك أوعية لا يسرع إليها الإسكار، مثل القرب، قرب الماء المعروفة وبعض الأوعية، هذه ما يسرع الإسكار فيها. هناك أوعية يسرع فيها الإسكار، لأن بعض الأوعية إذا تخمر وأصبح ماء ما نبذ ما طرح ما ألقي أصبح مسكرا من شدة فورانه يخرق الإناء، فبمجرد خرق الإناء يعرف أنه بلغ حد الإسكار فلا يشرب. واضح الآن؟ في هناك أوعية يصل حد الإسكار ولا يخرقها، فلا يدرى هل هو بلغ الإسكار أو لا، أم لا. واضح؟ نعم. من أجل هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ما الدباء؟ ما الحنتم؟ ما المزفت؟ ما النقير؟ الدباء القرع، النبات المعروف، لكن قطعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد تحريم الدباء أكلا، لأن الدباء من أعظم المباحات بل محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنهم كانوا في الطائف خصوصا يأتون للقرع اليابس فيجوفونه ثم ينبذون فيه ثم يطرحونه أياما فيصبح نبيذا ما لم يبلغ مسكرا، فإذا زاد أصبح مسكرا. هذه الثقافة التي كانت في الطائف شاعت عندهم في البحرين، شاعت عندهم في البحرين. هذا معنى الدباء. ما الحنتم؟ الحنتم جرار، جمع حنتمة، حنتمة جرة، يؤتى بها من مصر أفواهها في جنوبها، كان يضعون فيها الخمر، نوع من الجرار خضر غالبا يؤتى بها ويوضع فيها هذا النبيذ، فهي قابلة للإسكار، سرعة الإسكار فيها مثل سرعة الإسكار في الدباء. بقينا في ماذا الآن؟ أخذنا الدباء والحنتم، بقينا في النقير. ما النقير؟ أصل جذع النخلة، أصل جذع النخلة، يجوفونه كما يصنعون بالدباء ويضعون فيه ماء ثم يطرحون فيه، ينبذون فيه زبيبا تمرا بصرا ثم يغلفونه طبعا في مكان حار ثم يخرجونه وقد غلى، فما لم يسكر يصبح نبيذا، وإذا بلغ حد السكر أصبح حراما. فكان من الطرائق في النبيذ هذه الثلاثة، بقيت الرابعة المغير هو المزفت. الزفت معروف، القار الأسود يطلى به السفن، فيأتون بعض الأوعية يطرونها، يطرون بها، وهذا موجود إلى الآن في البناء، في البنايات، في أنها تسد تكتم، فيكتمون به الإناء ويطرحون فيه هذا النبيذ ثم يشربونه، فخوفا عليهم من السكر ولأنه كان شائعا عندهم هذا الاطراح، قال عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن الدباء
والحنتمي والنقيري والمزفت. لكن هذا الحديث هذا البضعة من الحديث منسوخة منسوخة بحديث بريدة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء وتجنبوا ما كان مسكرا. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن ينتبذوا ونهاهم عن الإسكار. قال الخطابي رحمه الله والقول بالنسخ أصح الأقاويل. وقال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب جماهير العلماء أن هذا الحديث منسوخ، لكن هناك طائفة من العلماء من المذاهب القائمة ترى أن هذا الحديث أي حديث وفد عبد القيس الأربع المنهي عنها غير منسوخ. الذي يعنينا هنا فقهيا التعامل مع الواقع، لا ريب أن هناك أمور محرمة أعظم من هذا. نعم. لكن لما كان هذا شائعا وكانت الخمر في الغالب أساس كل رذيلة، لأن العبد عياذا بالله إذا سكر، الإنسان إذا سكر غاب عنه عقله، وإن غاب عنه عقله تجرأ على المعاصي وصنع ما يكرهه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه حفاظا على عقولهم. وأنت إذا تريد أن تكرم أحدا أكرم عقله. الله. الإبقاء على العقل مصلحة عظيمة حتى في تربيتنا لمن حولنا. ينبغي أن يكون الانصراف من طرائق تربيتنا للغير الإبقاء على العقل، احترام العقل. وقد شاع في الناس مسألة الحفظ وهي جيدة، لكنها لا ينبغي أن تغلب على مسألة العقل. فالآن لو لدينا رجل لديه فقه استنباط ولدينا رجل حافظ، فالحافظ للقرآن يحفظ الآية، لكن حفظه لم يكن فقيها قادر على الاستنباط، ليس له دراية، ليس عن الآية، لا ينفعنا نحن. صحيح. لكن هذا الذي لا يحفظ ليس يسيرا أن يفتح المصحف ويقرأ فيه ويعرف موطن الآية، لكنه إذا قرأها عرف موطنها أخرص منها بفوائد عظمى. وهذا هو العلم الحق. الله أكبر. وهو الذي تحتاجه الأمة. ولا يعني هذا إغفال الحفظ، لكن الناس أحيانا تشيع عندهم ثقافات إما مبنية على جزء من بيت أو جزء من أثر، ثم لا يعني تنفك هذه الجزئية من الأثر الذي هي فيه فتشيع، فيظن الناس أنها هي الأصل. مثلا لما ذكروا في الفرائض قال رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين، إلى أن قال في نفس هذا فاحفظ فكل حافظ إمامه. نعم. يعني هذا في ثبتوها. نعم. فاحفظ فكل حافظ إمامه، هو قالها لأن السجع أصلا البيت يأتي معه بالطريقة هذه وليس آية، وفيها شيء من الصحة. نعم. وفيها شيء من الصحة. نعم. وهو نظم يراد به حفظ هذه المنظومة في علم المواريث. نعم. وعلم عظيم. لكنه لما قال فكل حافظ إمامه أخذها الناس على مجملها، فظن الناس أن الإمامة في الدين حفظ، تنصرف إلى الحفظ، وليس هذا بصحيح. وأنت ترى هذا عيانا، والعاقل لا يكذب عقله. ترى أنت الآن الحمد لله في حلقات المساجد من يحفظ القرآن والصحيحين، بعضهم يحفظ الكتب الستة. نعم. خلو العقل من الانصراف من الصوارف، كونه في ريعان شبابه، انكبابه عليها، وجود المعلم المحفظ، وجود التنافس بين الأقران، هذه كلها دوافع بواعث لأن يكون هناك حفظ فيحفظها. قل له حديث كذا باب كذا يأتيك إياه بإسناده، وهذا جيد محمود وخير ما تقضى به الأعمار، لا نختلف ونشرف بهم، لكن لا تقول لي هذا إمام، لا تقول لي هذا يفصل في قضايا الأمة، لا تقول لي هذا يفقه، لا تقول هذا يسود. يسود إذا جمع إليه عقل، حنكته الأيام، جربته الليالي، أدرك علم الآلة، قرأ كثيرا في السيرة وأحوالها، نضج، كانت الرسل لا تبعث إلا على رأس الأربعين، نضج، كمل عقله، بعد هذا يمكن أن يكون مؤهل أن يكون إماما. أحيانا الإنسان قد يكون منصرفا للعلم فيبرع فيه حفظة، لكن لا يدل هذا على كمال العقل. ويجب الناس يكونوا منصفين فقيهين للأمور. يقول الشافعي رحمه الله ذكر رجلا لا أريد أن أسميه
فقال ما رأيت أحدا أفقه منه إلا أن فيه طيش. أحيانا يأتي في الإنسان طيش ولو كان فقيها، وأحيانا قد لا يكون فيه طيش لكن لا يكون فيه فقه، فلا بد من ميزان عادل. يعني هذا الذي قال فيه الشافعي، وهذا يعني كان فقيها ويلجأ إليه في مسائل المذهب مثل المالكي، وكان يتمنى موت الشافعي، وهذا طيش، لأن كونك تتمنى موت الشافعي تتمنى شيئا واقع لا محالة. وحتى هذا الرجل الذي كان يعني يقال أنه كان يتمنى موت الشافعي، لما مات الشافعي وترك إرثا، يعني ترك بغلة أو شيء، فاشتراها هذا الذي كان يتمنى موت الشافعي. نعم. فيقول أحد العلماء أنا اشتريتها، نفس الذي هو اشتراها من الشافعي، بعد موت الشافعي بثلاثين يوما، هو مات بعد الشافعي بثلاثين يوما، وهذا البغلة الذي اشتراها من الشافعي اشتراها هذا منه من ورثته. يعني في أمور من قولها من يعني، وهذا يعني يحدث في فقهاء وفي غير الفقهاء، لكن أطنبت في الموضوع، لكنني أردت أن أعرف أن ورسالة مهمة فضيلة الشيخ، أي أن أبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لو حافظ على عقولهم حافظ على دينهم. نعم. ولا يأتي إنسان يقول كيف الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنهاكم عن أربع، يتوقع أشياء كبيرة جدا، صحيح، دبا وحنتم ثم تنسخ، لكن المرحلة نعم شائعا عندهم الخمر كانت تجري في دمائهم. نعم. لحافظوا على عقولهم. نعم. المرحلة اليوم أيضا هناك مرحلة الشباب ومرحلة الإبداع في عقولهم وتواصلهم مع الأجهزة الجديدة كما يسمونها الآيات، الآيفون والإنترنت والآيباد والآيباد إلى آخر من أمور، هنا أيضا هناك إبداع لهذه العقول، ولكن نعم. بعض العقول سخرها أصحابها إلى ما هو شر مع الأسف. نعم. وهناك أيضا من أبدع في باب الخير أيضا فضيلة الشيخ، ونحن نتكلم عن حفاظ العقول، ها هم شباب الأمة وها هم الجيل الصاعد، كيف نحافظ على عقلهم؟ هذه التقنيات الحديثة نعمة. نعم. من الله، وسبحان الله من غير قدر من غير اتفاق أنت أدرجت الموضوع. نعم. أنا كنت قد أجريت لقاء مع جريدة الشرق الأوسط في رمضان. نعم. فسألني الأخ السائل، الأخ صحفي عنها. نعم. فتكلمت عن شخصي، قلت إني أظنها تشغلني يعني مشغلة قليلا يعني أنا لا أحبها. فالصحيفة أتت بها على أنني قلت عن هذه الأجهزة والأدوات هذه على أنها شعوذة. طبعا لا يمكن لعاقل أن يقول كلام مثل هذا، يعني كان المفترض لو فرضنا جدلا أنني قلت أنها شعوذة، كان لو أنا كنت صحفيا لا أقطعت المقابلة. صحيح. كيف أقابل رجل يقول عن هذه التقنية الحديثة التي شهد بها البر الفاجر الواقع أنها شعوذة؟ ثم إن الصحيفة أتتها، أنا ليس من عادتي أن بحمد الله أن ألتفت لما يعني يكتب عني أو ما إلى ذلك، وكان في رمضان مشغول أنا بالإمامة في قباء، لم أدري أنها قالت هذا إلا في الخامس من شوال، ثم بحثت عن هاتف الصحفي لم أجده، وهي جاءت فرصة أن يتبرأ من هذا الكلام. مستحيل أن يأتي إنسان يعني واحد لا يزكي عقله لكنه لو أقل مني عقلا بمراحل، لا يمكن أن يقول أحد عن هذه الأشياء أنها شعوذة. كيف يعني هذه عرض ضد تماما على الشعوذة، ضد الشعوذة تماما يعني. نعم. يعني عكس بالكلية، لا يمكن أن تكون شعوذة، مع أن صحيفة الشرق الأوسط يعني نكون واقعيين يعني صحيفة لا كينونتها لا سيرتها في المجتمع قائمة. نعم. يعني في العالم العربي لها وضعها. نعم. الذي لا ينكره أحد له علم بالصحافة، وأنا أقرأها كثيرا وفيها كتاب جيدون أقرأ لهم، لكن غبت عنها وعن غيرها بقضايا العيد وقضايا رمضان وقداسته. مع ذلك حتى انني ما كنت اقول لاحد مستشاري يعني هل اكتب في الجريده، هل اكتب، هل اراسلهم، هل اخفت انني يزيد الامر بله يعني. وحتى قابلت احد الوزراء في مسجد في الجمعه في جده، كنت اصلي الجمعه، قابلت احد وزراء الدوله الكرام فقال لي انه قرا المقابله وانها جيده ولم يتعرض لهذا، فقلت ما دام لم يتعرض لا دعني انا اتعرض، مع انني قلت له بالحرف قلت والله ما قرات المقابله ولم اطلع عليها ولم ارها. المقصود من هنا الآن نأتي لقضية الحفاظ على العقل، هذه وسائل فتحت للجيل لنا وليس بإمكاني ولا إمكان أحد صدها. نعم. ولا ينبغي فعل هذا، لكن الآن التوجيه والأمة بصراحة يعني العربية في حالتها الآن أظهرت عقول متقدمة. نعم. نيرة
لما يعني كشف الغطاء يسيرا وآن لبعض الآراء أن تخرج أظهرت الأمة قدرات وفيها كثير الكثير والكثير والكثير. والله جل وعلا لو لم يكن للعرب شيء يفضلون به ما اختار نبي آخر الزمان منهم. يعني ينبغي أن نكون ربانيين، ليس في هذا العنصرية البتة، لكن ما اختير نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام من أمة العرب إلا لفضل في العرب، وآخر كتبه أيضا، وآخر الكتب نزل بلغتهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، مع أنه كان يتكلم عن بلاء عام وهو يجوج ومأجوج، لأن العرب مادة الإسلام. وقد كان عمر يوصي بهم قواده. المقصود نحن نحتاج إلى توجيه العقول، لكنني أقول لابد أن تكون الثقافة ثقافة متأصلة. وأنا أحرص معك في هذا اللقاء على أنني أبث أشياء قديمة تراثية، لأنه لابد من الاتكاء على التراث ثم الانطلاق إلى المعاصرة، لكن الانطلاق إلى الحضارة المعاصرة دون الاتكاء على التراث يدفع بالمرء إلى أن يغرق. لابد من أصول وأركان نقوم على سوقها، ثم من هذا الذي نقوم على سوقه نقابل الثقافة المعاصرة، فنختار منها ما هو حسن وننبذ منها ما هو سيء، لكن لابد أن يكون في الأول قدر ولو يسير من التأصيل العلمي العام الشمولي. ثم ينبغي أن يعلم والله ما من علم إلا وأصله في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. ولو وجد عناية أعظم في الأمة بكتاب ربها بما ينفعها، لكن الأمة حتى عندما شغلت في بعض أحيينها في القرآن شغلت بأمور لا نقول مذمومة، لأنه محال يتعلق بالقرآن شيء مذموم، لكنه قليل النفع وقضيت فيه أعمار. ولا أريد أن أسمي بعض هذا المتعلق بعلوم القرآن، كان الأولى الانطلاق مما دل عليه القرآن، مما نستطيع أن نقارع به أهل هذا الزمان، لا أن ننشغل في أمور لا تقدم ولا تؤخر. ولا يحتاج الأمر إلى ضرب أمثلة حتى في الحديث، يعني أحيانا يشغل الآن الناس بقضايا انتهى وقتها، انتهى زمانها، انتهى أهلها، ويترك نير الحديث وما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما في الحديث من نور نعيش به نقارع به كل خصم، وننشغل بأمور لا تتعلق بها حديث. يعني أنا أذكر أن أحد الفضلاء ذات يوم يقول: دخلت على مدرس يدرس الحديث في مدرسة، كان يدرس حديث، قل آمنت بالله ثم استقم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فثلاثة أرباع الحصة إن لم تكن تسعة أعشارها ذهبت في التعريف بالراوي ومتى توفي ومن شهد جنازته وهيئته ولباسه، وإن كان هذا محمود، لكن الأمر العظيم قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا يحتاج إلى حصص. قاله المعلم بإجمال عندما دب النعاس إلى الطلاب وسئموا وملوا من الحصة، فهذا لم يفقه ما هو الحديث، ولم يعرف كيف يجيب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فهو علم ما الثقافة التي يعيشونها، ما الشيء الذي في ذلكم الوقت كان شائعا ذائعا بينه. وعلم عليه السلام أنه لو سلموا من الخمر لبقيت لهم عقولهم، وإذا بقيت عقولهم برحمة الله دلتهم على كل رشاد وألزمتهم كل خير، وقد هذا وقع رضوان الله تعالى عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأشج بني عبد القيس منهم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فوفرة العقل هي اللي جعلت هؤلاء يسودون ويسبقوا غيرهم إلى الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: غير خزايا ولا ندامة. فالمراد من هذا أن كما قلتم يحتاج المربون المعلمون أئمة المساجد إلى أن ينطلقوا من القرآن إلى الثقافة المعاصرة. لكن أحيانا يكون منا معشر المسلمين تقصير في فهم كلام ربنا، تقصير في فهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فيظن جهلا بالقرآن النقص أو بالسنة، عياذا بالله، عياذا بالله،
وما النقص إلا في فهمنا أو في طريقتنا في التعامل، وإلا بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. حالك في حالك الظلمات لأنهم لم يفقهوا كيف يتعاملوا مع القرآن والسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يضرب المثل أو يبين أو يرشد أرشد إلى القرآن، وأتى بأصول جامعة، ومن قرأ السيرة حقا لما أشار عليه أبو بكر أن يبقي على الأسرى في بدر، وأشار عليه عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر أن يقتله، قال أنت مثلك مثل نوح لعمر، ربي لا ردوا على القرآن، ردوا إلى القرآن، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال لأبي بكر من قبل أنت مثلك مثل إبراهيم، ورده للقرآن، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأنا أذكر جاءني رجل أتكلم فيه في المال، شركات ومؤسسات ويستشير، فكنت ألح عليه على هو يعني قائم على أموال مؤسسات خيرية وقديما هذا، فأنا أنصحه أنه يتوخى الحذار ويكتب ويستبين ولا يخترق حفاظا على العمل. فكأنه قال يعني ألا ترى أنها تشدد أكثر من اللازم، ولو كان مالك ما تحدثت. الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما دمت أنت راضي وهو مالك ليس بعلاقة، لكن المال العام لا يمكن أن يتصور أن يؤتى مال من غير تجارة إلا من طرائق ثلاث، إما أن يأتيك إرثا، وإما أن يأتيك صدقة، وإما أن يأتيك غنيمة، والثلاث لم يكل الله إلى نبيه عليه السلام أن يتولاها، تولى الله أشانها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنزل آية المواريث، وأنزل آية تقسيم الزكاة، وأنزل آية تقسيم الغنائم، تفرد بها جل وعلا وأخبر نبيه على أي حال تكون، لأنه مال. المقصود الفيء إلى القرآن، الرجوع إلى القرآن وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم فضل الشيخ، قبل أن ينتهي بنا الوقت، الشاب الآن الذي يستمع إليكم وأنتم تتحدثون عن هذه الانطلاقة، أليس هناك من زاد ترشدون به الشاب يبدأ من خلاله كيف يتعامل مع القرآن وكيف يتعامل مع السنة، وما هو الزاد على دعنا نقول أقل ما يكون يمتلكه الشاب الذي يغزو اليوم في سفره إلى الخارج أو في دراسته في المدارس، خاصة المدارس الأجنبية وغيرها، ما هو الزاد الذي أقل ما يكون لدى هذا الشاب؟ طبعا لقد سألت عن عظيم، يحتاج إلى زاد إيماني أعظمه يكون له ورد من القرآن ولو يسير. والله إن النظر في المصحف يورث في القلب أثرا، فكيف بتلاوة القرآن؟ لو يفتح المصحف يعود نفسه على هذا، ولا يشترط، يعني قد يكون هناك إنسان منظم هذا غير، لكن لا يشترط في أي موضع أي مكان، حتى لو قدر مرة على مسجد فيدخله مبكرا، يتأخر قليلا، يفتح المصحف يقرأ أي ما تيسر له، فإن هذا بإذن الله يورث في قلبه إيمانا وحياء من الله، وإذا وجد إيمان وحياء من الله يسلم العبد. الأمر الثاني لا بد، وهذه ليس فيها يعني مسألة تنازل بمعنى يسير، يعني ليس من تنازل عقدي، وهو أن يكون له حظ من صلاة الليل ولو ثلاث ركعات. وأنا أحب، وقد دلت السنة على هذا، أن الإنسان قبل أن يأوي إلى فراشه يركع ركعتين أو أربع، هذا غير ما يقوم له، لكن يكون آخر عهده قبل الفراش الصلاة لو ركعتين يسيرتين، هو غاد إلى فراشه عزم على أن ينام، صلي ركعتين ثم يذهب ينام. هذه حالة ثانية. صلاة الفجر في جماعة تورث إيمانا وبركة لذلك اليوم عظيمة، صلاة تشهدها الملائكة ليست بالأمر اليسير. إذا أم عطية تقول في يوم العيد وأمرنا أن نخرج العواتق من خدورهن يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين
يرجون بركة ذلك اليوم وطهوره. طهوره يعني يطهر من الذنوب. الله أكبر. بركة ذلك اليوم لأنه يوم جوائز، يوم العيد. فمشهد المشهد أي حالة عندما تكون محفوفة بالأخيار تورث في القلب أثرا. فصلاة الفجر سماها الله مشهودة لأن الملائكة تشهدها، فشهود الملائكة لها صلاة الفجر وحضور المؤمن مع المسلمين جماعة لصلاة الفجر يورث في قلبي شيئا آخر في ذلك اليوم. لا يمكن أن يستوي من صلى الفجر في جماعة كمن لم يصلها في غير جماعة، ما يمكن. فأثر الملائكة وحضورهم هذا رحمة من الله، لأن الملائكة من أعظم وظائفهم في علاقتهم مع بني آدم التثبيت، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الملك يرى زيدا من الناس كل فجر، فتثبيت الملك لهذا الرجل علم أو لم يعلم ليست كمن لم يره الملك قط، محال. فشهود صلاة الفجر أعظم. هذا يكون هناك كتاب مثل رياض الصالحين عند رأسه في أحاديث جواهر الإمام البخاري 700 حديث مجموعة الآن وغيرها ما أشبهها تكون عند رأسه قريبة منه دائما في متناول يده بين الحين والحين يقرأها. هذا زاد عظيم يقبل بعد ذلك على العلم الذي هو فيه، رياضيات مالية، رياضة مالية، فيزياء، حسب الشيء الذي فتح الله به عليه يقبل غير هياب وينفع المسلمين. جماع هذا كله، هذا لي ولك وللمسلمين، الصدق مع الله. قال العلماء إن من صدق مع الله لا تضره الفتن، من صدق مع الله لا تضره الفتن. والدليل على هذا جريج، فإن جريجا كان عابدا في بني إسرائيل، صدقه مع الله أنجاه، وإلا اجتمعت عليه بليتان، دعوة أمه عليه ليست له عليه، والأخرى مومس تراوده عن نفسها، فلا المومس ولا حتى دعوة، ولا دعوة أمه عليه غيرت من حاله في أصله، فبقي عابدا في صمعته. صحيح أنه لم يكن فقيها لكن صدقه مع الله أنجاه. ولهذا قال العلماء كما ذكر الحافظ ابن الفتح، قال الصدق مع الله، أظنه الحافظ الفتح القراءات قديمة، أيا كان الصدق مع الله ينجي من الفتن. الإنسان في مسيره يكون صادقا مع ربه، تقع السلة، تقع الهفوة، تقع، لكنه إذا كان ينطوي قلبه على سريرة صادقة ينجو. وهذا من أعظم وأجل المنجيات، ولهذا أوصى الله به. وقد دلت على هذا آيتان عظيمتان، قال الله في التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله جل وعلا في خاتمة المائدة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. فالصدق أعظم ما ينفع العبد في زمن نرى فيه ما نرى عياذا بالله من الفتن والصوارف على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأمم. أسأل الله أن ينجينا منها. اللهم أمين، واجعلنا وإياكم والمشاهدين من الصادقين. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. فضيلة الشيخ صالح، جزاكم الله خير على هذه الرسائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم القبول. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.